مكتب الدعوة والإرشاد بالمعذر وأم الحمام يقين بمدينة الرياض، أول مكتب في المملكة العربية السعودية مختص بدعوة الجاليات الأفريقية. يسلم لدى المكتب أكثر من 120 شخصا شهريا ولله الحمد. كما يسير المكتب رحلات الحج والعمرة لأكثر من 2500 معتمر و250 حاجا سنويا. يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم وطباعتها بلغات عدة، كما يوجد لديه أكثر من 15 مترجما. من مشاريعه الدعوية مركز دعوة الأفارقة، مركز حواء للدعوة النسائية، ومركز مريم لتعليم القرآن الكريم، ومركز سفيرة الإسلام لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وحتى تستمر الجهود، كن شريكنا بالمساهمة في وقف الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نستقبل دعمكم على حسابنا في مصرف الراجحي.